كلما انا طيب محياوي على دمي على لاكوب دافريك سيتي اون 2019، يعني احنا نتكلموا على حصيلة مالية وأدبية تاع 2020. من حق رئيس الاتحاد في نهاية العهدة ربما يمد صورة شاملة على اللي كاتراني، ولكن المصادقة تمت على حصيلة أدبية لسنة 2020 وليس 2019. سيقول لو كان بدات الموندا بدا الموندا تاع زاتشي اون 2019 ودا لاكوب دافريك وعنده موندا فيها 10 سنين، سما شاكان يقولوا جاب لاكوب دافريك ولا كيفاش؟ ما ديما هذا طريقه طرو ليجي حكم خفيف بزاف على حصيله ماليه وادبيه، وكانه طيب محياوي ما عطاش اهميه لعهده فيها 4 سنين كانت كثيره من الفضائح. ونذكر طيب محياوي باللي لاكوب دافريك اللي يتكلم عليها جابها جمال بالماضي واللاعبين ماشي الاداره الحاليه. الاداره الحاليه للاتحاديه بعثت الملف تاع ولد زميلي اور ديدي الامين العام هذا محمد السعد اللي يروح في لي بلاطو ويقول لهم الخدمه تاع امين عام سهله ان جو تو بو اتر ان جورناليست تو بو با و تو بو اتر ان جورناليست بو اتر اس جي مي اس جي بو با اتر ان جورناليست. هذا تقزيم لمهمه الامانه العامه. لا فيدراسيون ارجيان دو فوتبول ما قدرتش تقرا ان اور دو جور بعثهم لاكاف في قضيه الصحراء الغربيه. لا فيدراسيون جون دو فوتبول البريزون تاعها فوتا فو في كيسيون تاع لا فيفا، وكان عنده في لو دوكيمون تاع لو كود دو غوفرنونس يشرح لك اشاره بالتفصيل الممل حتى ما تغلطش، يقول لك ان فرنسا ان اكزاكت وان كومبليت تو سيسبوندي ما يهمش. يعني الفضائح الكثيره تاع الاتحاديه الجزائريه لكره القدم ما نقدوش نعدوها. ما تربطوش انتم انجاز جمال بالماضي، وحتى انه جمال بالماضي يدافع على خير الدين زتشي، ولكن الانجاز حقه مدرب وطني وليس انسان اخر. حتى ان لا فيدراسيون اكتويال دورون اون اني بور ليكيب، يعني المنتخب المحلي لم تكن تعرف يعني الاتحاديه الجزائريه من هو مدرب المنتخب المحلي. تشفاو يا اخي كتبوا لنا بالماضي كونفوك 24 جوار بور ليكيب ابريم، وتبين بعد ذلك ان جمال بالماضي ليس هو المدرب المنتخب المحلي، وانه لودوفيك باتيلي اللي كان حاكم المنتخب الاولمبي عاودوا استجدوا به وحكم المنتخب المحلي. يعني في النهايه شنو الفيدراسيون هذه ضعيفه وضعيفه جدا، ومن المفروض اليوم عيب على اعضاء الجمعيه العامه مثل يعني طيب محياوي ولا اعضاء الرابطه الولائيه انهم يصوتوا بنعم ويسيوا يسلطوا الضوء على انجازات وهميه للاتحاديه الجزائريه.